يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل أسألك بحق كلمات القرآن أو بحق القرآن؟ القرآن من صفات الله لأنه كلام الله عز وجل، لكن لا تقول بحق، لا أسألك بالقرآن بكلام الله عز وجل، توسل إلى الله. نعم، يقول فضيلة يعني الشيخ بالنسبة لله، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته. أما إذا قلت للمخلوق أسألك بكلام الله، هذا يمين، هذا يعتبر يمين، ما هو توسل، هذا يعتبر حلف، حلفت عليه بصفة من صفات الله. نعم.